نروح لحاجة تانية، وهو أنه من العادات الفريدة اللي الناس في المحافظات لازالت بتنفذها حتى وقتنا هذا، هو مع عودة الحجاج لمنازلهم بيلاقوا مكتوبة على المنزل أو مرسوم عليه بشكل جميل كده بعض العبارات الخاصة بالحج. العبارات اللي فيه ناس متخصصين بيقعدوا يرسموها ويلونوها بشكل جميل جدا ومبهج. يا ترى تفاصيل أكتر عن رسومات الحجاج والألوان وتغير الرسومات من مكان للتاني، ده اللي هنعرفه من عم عيد السلواوي، أشهر وأقدم رسام لبيوت الحجاج في أسوان. صباح الورد على حضرتك يا عم عيد، ويا رب تكون بخير. يا اهلا ومرحبا بيكم. يا اهلا بحضرتك. خلينا نفهم كده من حضرتك، يعني العاده الجميله دي يعني لازالت موجوده لحد دلوقتي، بيتم تنفيذها ازاي او بتبتدوا فيها ازاي، او مين بيكلم حضرتك يقول لك تعالى، يعني اشرح لنا كده الموضوع بيتم ازاي. والله احنا حاليا بدانا من يوم وقفه عرفات واحنا شغالين الحمد لله بفضل الله، يعني ليل نهار ما بننامش. والله ما بننام، احنا دخلنا البيت بعد صلاة الفجر. وعدنا ثاني بنركب الوان ونرجع لحد غيره. يعني منظمين معانا في المحافظة كلها. طيب حضرتك، هو انتوا اللي بتروحوا للبيت اللي بتبقوا عارفين ان في حد مسافر فيه، ولا حد بيتواصل معاكم يطلب انكم تيجوا؟ لا، هم اصحاب البيت اللي يجوا لينا. يجونا في البيت بتاعنا وبيحجزوا من اول ذي الحجه. يعني لاي حد عنده حج بيحجزنا من يوم 1 ذي الحجه. وبننظمهم ورا بعض، يعني 10 20 30 كذا، يعني قد ما ربنا يوفقنا بنشتغل على طول ما بننامش يعني. طب الجمل اللي بتتكتب دي، يعني هل مثلا اصحاب البيت اللي بيحددوها، ولا حضرتك بتقترح عليهم بعض الجمل وبتكون عباره عن ايه؟ لا، ما بنحد ما الناس البيت ما لهم سكه، بيسلمونا ادي الجدار بتاعنا واجهه البيت. فبنشتغل على الجدار، بنبيضه الاول بالجير بالابيض، وجهين لون اخضر مع ازرق، بنخلط اللون في بعض. وبعد كده بننزل بنعمل سقاله بالدكك. بنشتغل على الجدار نفسه، في 4 متر، في 5 متر. بننفذ المناسك راح جبل عرفات الاول، طبعا الحرم المكي، الطواف بالكعبه، وبعد كده على عرفات، ومن عرفات في رمي الجمرات، وبعد كده على يعني على المدينه صلى الله على ساكنها. يعني بناخذ بتنسيق ونظام موحد. طب وحضرتك اللي بتكرر بقى الكتابات، يعني بتكرر البيت ده هكتب له الجمله الفلانيه، بتكون عباره عن ايه الجمل دي كده؟ الجمل هي الايات القرانيه على الكعبه، بنكتب ان اول بيتي وضع للناس للذي ببكه مباركه وهدى للعالمين، دي على الكعبه. وعلى جبل عرفات بنكتب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضرتك. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي المدينة طبعا بنحدد الموضوع اللي من زار بيتي وجبت له شفاعتي. وهكذا يعني. يعني منسقين بتنظيم يعني. طب اخر حاجه يا فندم، قول لنا بقى ردود افعال الحجاج لما بيرجعوا من الحج، بيحسوا بايه؟ بيقولوا لك ايه؟ بيشكروك ازاي؟ والله بيشكرونا بيعودوا فرحانين، يعني فرح كبير. اكيد والله فرح كبير الحمد لله. اكيد الحمد لله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا عم عيد السلواوي، اشهر واقدم رسام لبيوت الحجاج، بنشكرك شكرا جزيلا.